نقول بسم الله نبتدي معاكم حلقة جديدة من حلقات برنامج بروفايل. ولما نقول بروفايل شبابي، بروفايلنا هو عبارة عن بطاقة تعريفية لكل مبدع في هذه الأرض وعلى هذا الوطن. ومبدعينا دائما ما الجميل يعني الواحد يفند إبداعاتهم من خلال إنجازاتهم، تفردهم، سموهم، ومن خلال الأمور اللي حصلت لهم وسببت لهم نقلة في حياتهم. ضيفتنا اليوم إنسانة بلشت حياتها الرياضية بطريقة مغايرة ثم حصلت لها نقطة تغيير وصولا إلى المرحلة اللي هي فيها حاليا. راح نتعرف أكثر وأكثر على ضيفتنا، لاعبة منتخب الكويت لهوكي الجليد ولاعبة أيضا نادي الكويت للألعاب الشتوية النسائي لرياضة الهوكي دلال الصليبي، لكن بعد هذا الريبورتاج والتقرير المختص فيها. خلونا نشوف هذا الريبورتاج ونرجع نتواصل معكم مرة ثانية في برنامج بروفايل. تطلع النجمة الواعدة دلال الصليبي إلى تحقيق الإنجازات المشرفة مع منتخب الكويت لهوكي الجليد للسيدات. بدأت دلال في ممارسة الرياضة منذ الصغر، تحديداً في الألعاب القوى، لكن حبها وشغفها متعلقان في هوكي الجليد لتشهد انطلاقة جديدة في مشوارها الرياضي. بعد أن تحقق حلمها في الانضمام إلى نادي الألعاب الشتوية الكويتي عام 2018، واستطاعت من إثبات قدرتها ووجودها بكل حنكة من خلال تسلحها بالعزيمة والإصرار دون الالتفاف لتلك الصعوبات التي واجهتها، لتضع اسمها ضمن قائمة لاعبات منتخب الكويت لهوكي الجليد لتشريف الرياضة النسائية الكويتية. رجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية من بعد هذا التقرير المختص بأختنا دلال الصليبي، ونقول لها حياك الله معانا، منورتنا ومشرفتنا. الله يحييك يا الله. طبعا دلال، احنا يوم بحثنا وسولفنا معاك وخذينا وعطينا قبل الهواء، عرفنا ان انت كنت لاعبة وايضا في منتخب الكويت، لكن خلينا نقول لألعاب القوة، من ثم حصلت نقطة تغير ووصلتي الى لعبة الهوكي. نبلش بالهوكي ولا نبلش بألعاب القوة؟ وين حابة نبلش؟ بلشت بالألعاب القوة. بلشت بالألعاب القوة، ورياضة ما هي سهلة ومو أي أحد يصلح لها ولا أي أحد يختارها. متى بلشتيها وين وصلتي فيها؟ طبعاً بالبداية أنا كنت ألعب 4 سنين بطولة مدارس لعبة الوثب العالي. حلو. من 2010 2013 اختاروني حق منتخب الكويت. ما شاء الله. فقررت إني أدش معهم على أساس إن لما اختاروني كانت لعبتي هي الوثب العالي. ما شاء الله. المدربة جربتني بالبداية على كذا لعبة، فقررت من نفسها أن تكون لعبتي 400 حواجز. 400 متر حواجز جري. 400 متر لا حواجز. لا إله إلا الله. حلو. كنت معارض على هذه الشغلة لأن أنا كنت ألعب 4 سنين وثب العالي، ليش أنت الحين تغيرين لعبتي تخلين لعبتي 400 حواجز؟ بالبداية حاولت إني أقنعها، قالت لي إن أنت تصلحين حق هذه اللعبة. قلت مو مشكلة أكمل باللعبة، وبعد فترة أحاول إني أقنعها إني أخلي لعبتي الأساسية اللي هي الوثب العالي. حاولت بعد فترة إني أقنعها أقول لها إن خلي لعبتي الأساسية اللي هي الوثب العالي. قالت لي لا، الحين أنت قاعد تنجزين في هذه اللعبة فما أقدر أخليك، ما أقدر أغير لعبتك. حلو. معني أنت عندك شغف بالوثب العالي تبينه. إي أبي. حلو. بس حطيت لي بلعبة أنا أنت ما تبينها. ما أبيها. ولا تحبينها. ما أحب. فما كملتي. معني شاركت بطولات داخلية وخارجية وحققت إنجازات. حلو. بس مو هذه الإنجازات اللي كنت أبيها في هذه اللعبة. كنت تبين لعبة ثانية. إي. حلو. 2016 اعتزلت عن المنتخب. اعتزلت عن المنتخب يعني بلعبة ألعاب القوة. اي اعتزلت. حلو. عقب ما خلصت دراستي دشيت لعبة ثانية اللي هي لعبة هوكي الجليد. بلشت 2018 اروح سكيت. حلو. أول شيء كنت ما اعرف لعبة هوكي الجليد. 2018 كنت اروح سكيت عادي كل ويكند. حلو. بعدها تطور الموضوع، كنت اروح كل يوم، اقعد من فترتين لثلاث فترات
فحفظوني هناك المنظمين قال ليش ما تشاركين في فريق هوكي الجليد؟ حلو. قلت شنو هوكي الجليد؟ بحثت عنه، حضرت تمرين من تمارينهم، حسيت تشجعت ودي انضم حق الفريق. انا كنت قاعده على المدرج، طبعا هذه اللحظه اللي خلتني اني اشارك مع فريق الهوكي. جوني مجموعه من البنات ما اعرفهم، قالوا ليش ما تشاركين في فريق هوكي الجليد دام انت تعرفين سكيت؟ حسيت بروح الفريق. حلو. من بعدها انضمت معاهم. حلو. طبعا كان ذاك الوقت اللي قاضب الفريق كمدرب وككابتن، يعني يعني مسؤول ومشرف على تدريب خواتنا الفتيات منو النسوه، اخوي العود له اعطر تحيه، نرفع له العقال الامانه على الانجازات اللي حققها بهذه الفتره الوجيزه. اخونا مشعل العجمي، كابتن مشعل العجمي. طبعا مشعل العجمي. حلو. انزين كابتن مشعل العجمي مسككم في فريق هوكي الجليد، ووصلتوا الى مرحله جميله جدا من الانجازات تحت اشراف مدرب وطني كويتي. ايش رايك بسالفه المدربين؟ تفضلين المدرب المحلي ولا تفضلين المدرب الخارجي؟ المحلي طبعا. المحلي طبعا. زين الحين مدربكم تشيكي. اي هذا اللي عرفناه. مدرب تشيكي شو اسمه؟ كابتن كميل. كابتن كميل. وصار التغيير من الاداره. من الاداره. انزين شو الاشياء اللي اكتسبتيها من شخص يعني ضليع بهاللعبه وله يعني باع طويل من بدايه التسعينات مثل كابتن مشعل العجمي؟ طبعا هو علمني من اول ما دشيت النادي لحد الحين، هو اللي علمني شلون انا اتزحلق بالثلج، تكنيك اللعبه واساسيه اللعبه خذيتها من كابتن مشعل العجمي. ما شاء الله. وصلنا للمرحله الجميله اللي انت فيها، ودخلتي الفريق في سنه 2018. ومتى بلشت الانجازات مع فريق الهوكي حق دلال الصليبي؟ 2019 كانت لي بطوله كاس اسيا، اول تجربه مع الفريق، بس للاسف ما حالفني الحظ. بس اخذت مركز فيها؟ لا مو 2017 كان. 2017 اخذت مركز فيها. 2017 يوم انضميت للفريق ايضا دخلتوا خلينا نقول بطوله كاس اسيا. جميل جدا. اذا لو نتكلم عن سالفه المواقع في الفريق، هناك المدربه غيرت موقعك من لعبه الوثب العالي، زين حطيتك ب 400 حواجز ما حبيتي اللعبه. انت بالهوكي انت اللي تختارين موقعك ما بين المواقع اللي موجوده على الرينك خلينا نقول، او مثل ما يقولون لا. الحلبه، ولا ايضا المدرب؟ المدرب. شنو تلعبين الحين؟ انا لعبه هجوم. لعبه هجوم. اي يعني ماكو ما شاء الله البك طاير رايح جاي رايح جاي. زين تمرين لاعبات الهجوم يمكن يفرق شوي هم مع الحراس عن اللاعبين الاخرين، شوي تمرينكم انتم اقسى، زين يشدون عليكم بالتمرين، سولفي لي عن طبيعه تمرينك. طبعا حاليا احنا قاعد نلعب بالشاميه تمرين اوف ايس. حلو. التمرين يبلش من يوم الاحد ليوم الاربعاء، ناخذ سكيلز اساسيات اللعبه. على ما تبطل صالتنا الجديده ان شاء الله يكون في تمرين اوف ايس. اون ايس باذن الرحمن. والاون ايس الحين شلون قاعد تدربونه دلال؟ يعني احنا ما عندنا الحين الا صالتين خلينا نقول، صاله اغلقت زين كانت في احد الحدائق الترفيهيه حديقه شعب، زين هذه قديمه، وصاله اللي الصاله الموجوده حاليا اللي هي صاله المشروعات السياحيه، زين الصغيره والكبيره، شلون تمرنون اون ايس؟ تمرينكم على الجليد شلون يكون؟ قاعد نلعب كنترول سكيت. حلو. على ما تبطل صالتنا الجديدة اللي هي بمنطقة بيان بإذن الرحمن تبطل الصالة الجديدة، وتشوفون إن شاء الله يعني كل خير والخير بقبال إن شاء الله مع هذا النادي الجميل اللي أنتوا فيه ومع المنتخب. إنزين شلون قدرت دلال الحين أنتي كلاعبة هوكي، شلون قدرتي أنتي بهالفترة القصيرة تطورين من مهاراتك، تطورين من مستواك الفني باللعبة عشان تكونين مثل ما يقولون يعني بنفس المصف مع البنات اللي بلشوا قبلك، ويمكن صرتي أحسن من وايد بنات؟ طبعا انا من قبل كنت اعرف سكيت. حلو. يعني الرول هو تقريبا مثل سكيت. صحيح. فلما تروح سكيت عادي يعني ما تحس انه في فرق. بدايه كل شهر يعطونا جدول النادي. حلو. ملتزمه بالوقت، ملتزمه بوقت التمرين، ويوم السبت مخصصين ان مع كابتن مشعل العجمي نحط فيديوهات بالتلفزيون. حلو. بطولات او لعب بيننا ونعدل على بعض. حلو. يعني تشوفون المهارات اللي عندكم وكل واحده مثلا متميزه بشنو على اساس ان انتوا تعدلون فيما بيناتكم. حلو. نوصل حق سالفه يعني منو افضل لاعب عندكم بلعبه الهوكي؟ اللاعب اللي يكون متميز ويحقق انجاز فردي من واقع انه والله انا متميز بالفريق، ابي اميز نفسي حتى عن الناس اللي انا العب معاهم، ولا روح الشباب وروح الفريق اللي تكلمت عنها ان الواحد دائما حالاته انه يبدع في سالفه الانجازات الجماعيه؟ وجهه نظرك. عن تجربه سابقه اكيد راح اختار اللعبه الجماعيه. حلو. لأن يعني فيها كنت مبدعة بالألعاب الفردية؟ كنت مبدعة بس ما كنت أحصل تشجيع. حلو. بس الحين لقيت روح الفريق وفي تشجيع داخلي وخارجي معاهم، وإن احنا نستمر ونحصل على إنجازات أكبر.
حلو. زين قبل لا اتكلم عن اقبال البنات الكويتيات على سالفه او لعبه هوكي الجليد، شلون شفتي المنافسات الخارجيه؟ شلون شفتي الاحتكاك بالفرق اللي برا؟ شلون طورتوا من انفسكم؟ يعني تروحين مثلا بطوله ولا تروحين تعسكرين بمعسكر ولا شيء، الامور هذه شلون تاثر على دلال وتاثر على فريق الهوكي؟ طبعا نتكلم على الفرق الثانيه، هم عندهم كل واحد له صاله ومتمكنين منهم صغار. حلو. احنا تونا يعني. احنا بيبي بهاللعبه. احنا تونا. راح يكبر هالبيبي. ان شاء الله. فاحتاج ان نحتاج اكثر. حلو. نحتاج ان ندخل الثلج اكثر. تحتاجون ان تدخلون الثلج اكثر، يمكن هذه رساله مني انا مذيع في القناه الثالثه، يمكن اوجهها الى اداره شركه المشروعات السياحيه. إنه يعطون منتخب الكويت الصالات يعني بطريقة أكثر وأكثر، لأن أنا سمعت إن حتى ساعات منتخب الكويت للشباب يأجرون الصالة على أساس يتمرنون فيها، فإحنا نحتاج ندعم أبنائنا. إنزين من واقع إنه صالاتهم على وشك إنها تخلص، على وشك إنهم يبدعون إن شاء الله. نروح فاصل، ومن بعد هذا الفاصل راح نرجع نكمل معاكم مع أختنا دلال الصليبي. خلكم معانا لا تبعدون. نتواصل معاكم من بعد هذا الفاصل، وضيفتنا اختنا دلال الصليبي لاعبة منتخب الكويت للهوكي او هوكي الجليد للسيدات. دلال، نادي الكويت للالعاب الشتويه، شنو يوفر هذا النادي؟ اول شيء يوفر لنا صاله اجران. حلو. ناخذ فيها سكيلز اساسيات اللعبه، ووفر لنا جيم رياضي حق اللياقه البدنيه. ممتاز. وشنو الالعاب الثانيه اللي معاكم في نادي الكويت للالعاب الشتويه؟ في فيجر سكيت. حلو. سبيدز. حلو. سكي. حلو. كيرلينج. اوه، يعني وايد اشياء حلوه موجوده في هذا النادي. هل راح يعني تتمون انتم بالمقر اللي بالشاميه، ولا راح تنتقلون الى مكان ثاني باذن الله؟ ان شاء الله قريب راح ننتقل مكان ثاني. راح تنتقلون مكان ثاني، انزين. الرياضات الثانيه اللي تمارسينها بجانب رياضه هوكي الجليد شنو هي عشان تقوي من جسدك وغيره من هالامور هذه؟ حاليا بس مع نادي الالعاب الشتويه. بس يعني بس تروحين الجيم، انزين، على اساس لياقه بدنيه وغيره، وتمارسين رياضه الهوكي. انزين، دور الاهل بدعمك دلال، وين دور الاهل؟ الحمد لله اني انا عايشه بين عائله رياضيه. حلو. تحب الرياضه، فما كان عندها اي اعتراض اني انا اشارك بلعبه الهوكي. حلو. بالعكس يدعموني ويشجعوني انا استمر مع الفريق واطور من ذاتي واشارك في معسكرات وبطولات خارجيه. ممتاز، جميل جدا. انزين، منو مثلك الاعلى بلعبه هوكي الجليد؟ في لاعب معين؟ هي متواجدة معنا بالفريق. الله. كابتن روان البحو. اوجه لها تهية. قوية كابتن روان. قوية. اي، طلعت معي في احد الفيديو كليبات الوطنية للامانة، وانا استمتعت لما يعني شفت ان منقين، انا بالنسبة لي اقوى فريق نسائي عندنا هني بالكويت، لانه توه اجدد فريق لكن انجازاته كبيرة جدا مقارنة بالفرق الاخرى. اذا منو تشجعين من فرق الهوكي العالمية؟ انا اشجع بيتسبرغ بينجوينز. ها، شو اسمه؟ انا اشجع منتخب الكويت سيدات. كفو كفو، هذا الحلو. انزين، لما نتكلم عن شنو اللي ينقصنا، دائما قاعد ننجز احنا وقاعد نعطي للكويت، لكن في بعض المسؤولين، في بعض الناس ما قاعد تطالع اللي ينقص الشباب اللي قاعد يبدع لاجل الكويت. شنو ينقصكم انتم كفتيات في منتخب الكويت للهوكي؟ طبعا رئيس نادي الالعاب الشتويه استاذ فهد العجمي مو مخلي علينا قاصر. الحمد لله. الحمد لله. وقريب ان شاء الله يفتح صالتنا الجديده، صالة سكيت في منطقه بيان. حلو، يعني ما عليكم قاصر، لله الحمد والمنه. لو نتكلم عن الانجازات، الاستحقاقات الجايه، المعسكرات الجايه، شنو راح يكون عندكم دلال بالجدول مال السنه الباجيه من 2019؟ للحين ما حددوا، بس ان شاء الله في اشياء، في معسكرات خارجيه. حلو. قريبه اتوقع انها شهر 10 11. انزين، لو نتكلم عن طموح دلال الصليبي برياضه الهوكي للجليد، شنو طموحك دلال؟ وين تبي توصلين؟ مستقبل ان شاء الله فكره اخذ دورات. حلو. واتمنى يرشحون اسمي في مدرسه هوكي الجليد تدريب البراعم. حلو، مدرسه هوكي الجليد لتدريب البراعم، وين صايره هذه؟ هي تبع نادي الالعاب الشتويه. تبع.
بس تبي تصيري مدربة؟ مدربة حق من عمر 6 سنين. حلو، تبلشين تاخذين خلينا نقول المتدربين الصغار وغيره من هذه الامور عشان انت تدربينهم. زين شنو النصائح اللي توجهينها حق الفتيات اللي حابين انهم يدخلون لعبه رياضه هوكي الجليد؟ طبعا بالكويت الجو ما يساعد ان واحد يسوي رياضه، واحنا صلاتنا داخليه ما يحاتون من ناحيه الجو. حلو. نمارسها بالصيف وبالشتاء. حلوين. واعمار مختلفه قاعد يلعبونها من بدايه عمر 6 سنين وفوق. حلو. فالامور طيبه. فالامور طيبه. تعالوا انضموا. حياكم في نادي الالعاب الشتويه. حياكم بنادي الالعاب الشتويه. اقبال الفتيات من بعد ما قمتوا تسوون انجازات وغيره وهذا على لعبه الهوكي بشكل عام، شلون صار الاقبال؟ ما زال الاقبال قليل لحد الحين. كان ما في منشاه رسميه. حلو. بس ان شاء الله راح تبطل صلاتنا الجديده، اكيد في اقبال اكثر. ان شاء الله باذن الله، واحنا راح نكون كقناه الكويت الثالثه الرياضيه وكي تي في سبورت اول داعمين لهذه المنشاه باذن الرحمن. دلال دام وصلنا الى خلينا نقول الدقائق الاخيره من اللقاء، وايد بنات يقولون ما نبي ندش لعبه هوكي الجليد لانها لعبه عنيفه، شنو ردك عليهم؟ بالعكس، حق اللي ما يعرف حق اللعبه اتوقع انه قاعد يطالع بطولات NHL اللي هي تبع امريكا. حلو. امريكا عندهم الشو والطق داخل الملعب. حلو. احنا قاعد نلعب على الاتحاد الدولي IIHF. حلو. قوانين تختلف عن امريكا. اقل قانون عندي انا مجرد ما انا بروح حق اللاعب افسخ الجلافز اطلع من 2 مينت 5 مينت برا الملعب. يعطونك شو اسمه بلنتي اوت برا الملعب. اوت برا الملعب صح، غير لما انا اروح اطق اللاعب وانا متعلم فاول. سوري مو بلنتي صح، فاول. اي زين. غير لما انا اروح حق اللاعب وانا متعمده واطقه عادي يوقفوني عن اللعب ويطلعوني برا المباراه بكبرها. حلو. هناك يمكن الماكسيموم اذا الواحد ضرب لاعب او هذا يمكن يكون 10 تو 15 مينتس. زين، لكن الحلو ان انتم قاعدين تتبعون القوانين مالت مثل ما قلتي الاتحاد الدولي. يعني اخواتنا البنات اللعبه ما هي عنيفه، انتم قاعد تشوفون اللي بالافلام. انزين، وصولا الى شنو النصائح اللي توجهينها حق الفتيات اللي حابين انهم يدخلون لعبه الهوكي؟ لعبه الهوكي لعبه طبعا نادره بالكويت، شيء جديد وايد حلو. حلو. عن تجربه يلعبونها من اعمار مختلفه من 6 سنين فوق. اللي يقول ان اللعبه فيها طاق عادي يقدر يجرب قبل لا يدش اللعبه. حلو. ويحكم. حلو ويحكم ويشوف. جميل جدا. الكلمه الاخيره اللي حابه انك توجهينها في نهايه هذا اللقاء اختدار، ايش حابه تقولين؟ طبعا اشكرك على هذه الاستضافه. حق واجب. وجزيل الشكر لرئيس نادي الالعاب الشتويه استاذ فهيد العجمي. والله ونعم الشوارب استاذ فهيد. ورئيس وفدنا في بطوله اسيا استاذ خالد المطيري. كابتن مشعل العجمي. ونعومك. كابتن كميل. مساعد كابتن عبد الله زيدان. مشرفاتنا ما يقصرون دائما، ليلى الخباز، مريم الخرس، عذار الواوان. والنعم والله فيهم كلهم، وناس قاعد تعطي من قلبها لهذه اللعبه. كل الشكر لك اختي دلال الصليبي على العنوه وعلى الجيه، مشكوره ما قصرتي. ما تقصر. حق واجب. وبكذي نكون وصلنا الى ختام اول سيجمنت او اول فقره معانا من فقرات حلقتنا لهذا اليوم، فاصل نرجع نتواصل معاكم مره ثانيه، خليكم معنا. ورجعنا نتواصل معكم بعد هذا الفاصل ورياضة أخرى، ورجعنا للألعاب الفردية وضيف آخر مميز في رياضة قتالية ولعبة شوي نخبوية مو أي أحد يختارها. أخونا شاكر دشتي لاعب نادي اليرموك ولاعب المنتخب الكويتي لرياضة الجودو، راح نشوف تقرير وريبورتاج مختص فيه، من بعدها نرجع نتواصل معكم من بعد هذا التقرير. النجم شاكر محمد دشتي كتب اسمه بحروف من ذهب في لعبة الجودو واعتلى منصات التتويج في العديد من البطولات المحلية. بدأ مشواره الرياضي مع نادي القادسية عام 2009
ليلتحق بعدها في صفوف نادي اليرموك عام 2013، ليبدأ بعدها عهداً جديداً ويحلق في سماء الإنجازات التي لا تعد ولا تحصى، محققاً الكثير من الميداليات المتنوعة. حصد بطلنا شاكر دشتي أول ميدالية له عام 2011 في بطولة الكويت فرد الأندية للصغار تحت وزن 38 كيلوغرام، والمركز الأول في بطولة الكويت للجودو دوري الأندية للصغار عام 2012 وزن تحت 42 كيلوغرام، والمركز الثالث في بطولة الكويت للجودو فرد الأندية للناشئين عام 2014 وزن تحت 50 كيلوغرام، وفي عام 2019 حقق المركز الثاني في بطولة الكويت فرد الأندية للشباب وزن تحت 100 كيلوغرام. الجدير ذكره، حصل البطل شاكر دشتي على حزام الأسود تودان. رجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية من بعد هذا التقرير المختصر بأخونا شاكر دشتي، وفي البداية نقول له حياك الله معانا، منورنا وشرفنا أخوي شاكر. الله يحييك وشكرا على الاستضافة الحلوة، وأشكر قناة الكويت الثالثة، وشكرا موصول لك أخوي هاشم أسد. حبيبي حق واجب يا أخوي، إحنا دائما نقول ما في خير بأهله وعيال ديرته، ما في خير بنفسه. في البداية كشباب جربنا كل الألعاب ولازم ندش كرة قدم، يا مطرودين يا مثبتين. صح. شو اللي خلاك تختار هذه اللعبة من بين كل الألعاب، خلينا نقول الجماعية اللي موجودة عندنا بالكويت؟ أول شيء اللي حفزني إن والدي مدرب برياضة الجودو. حلو. ودافع إني استمريت في اللعبة. حلو، استمريت باللعبة. وش كثر صار لك تلعب هذه اللعبة، أو كم سنة صار لك تلعب هذه اللعبة؟ 10 سنين. ما شاء الله 10 سنوات. أكيد 10 سنوات هذه تخللتها إنجازات، تخللتها أمور طيبة وجميلة. متى كانت نقطة الانتقال عندك؟ يعني لعب جودو، الوالد مدرب جودو، من بعدها حصلت على إنجاز كان تقول لا أنا لاعب جودو لازم أكمل. بدايتي بسم الله الرحمن الرحيم، بدايتي كانت في سنة 2009. حلو. كنت ألعب نادي القادسية. أول سنة لعبت فيها ظل موسم 2011. ما شاء الله. أول موسم حصلت فيه المركز الثاني. ثاني موسم حصلت فيه المركز الأول. حلو. يعني ما شاء الله اول موسم اخذت الثاني فضيه، ثاني موسم لا اله الا الله اخذت الذهبيه، هنا عرفت ان انت عندك دافع يخليك تكمل هذه اللعبه. الحمد لله. في بدايه مشوارك لعبت بنادي القادسيه القلعه الصفراء، لها اعطر تحيه، من بعدها انتقلت الى نادي اليرموك، شنو السبب؟ انا بسبب والدي انتقل معاه، فانتقلت معاه. انتقلت معاه، متاثر حيل بالوالد اخوي شاكر. نعم، لأن من الصغر دربني. حلو. هو كابتن صالح دشتي. حلو. أنا فدربوني من الصغر لوصلت معهم لانتقلت معهم لنادي اليرموك، الآن هو مدرب. لله الحمد والمنة. وشلون شفت الانتقال؟ فرق عليك في البداية؟ والله فرق علي، كنا فريق واحد وعلى قلب واحد، الله يذكرهم بالخير، أذكر أسامي هادي العازمي، أحمد عيدان، صالح، عبد الرحمن صالح، جاسم شرخي. حلو. وباقي اللاعبين. وباقي اللاعبين. بعدها رحت خلينا نقول بنادي جديد، يمكن محتك مع بعض اللاعبين ببعض المباريات. ايه. زين، شلون شافوا التقبل؟ تقبلوك اول ما انتقلت لهم ولا شلون؟ اول مره يعني كان في اختلاف. حلو. بعد بالسنين عادي. حلو. يعني عدى الموضوع وصرتوا اخوان وحبايب. انزين، شنو المستوى اللي وصلت له حاليا انت في لعبه الجودو؟ والله وصلت الى اعلى مستوى، بس مو هذا المستوى اللي اطمح له. اتمنى اني صاعد اسمي واسم، اتمنى اصعد اسمي لاعلى مستوى كي يرفع علم دوله الكويت باذن الله وباذن المنصات. باذن الله. تستاهل كل خير اخوي شاكر. زين اخوي شاكر، لو نتكلم عن الاوزان والاحزمه اللي ممكن يوصل لها لاعب الجودو، شنو الاوزان مالتكم؟ شنو الاحزمه؟ تبلشون من الابيض، وين توصلون؟ والله اول شيء نبلش الاحزمه من الابيض، يليه الاصفر، بعد البرتقالي، الاخضر، الازرق، الادعم، بعدها الاسود، بعد الاسود في دان واحد ليدان 10. ليدان 10. طبعا ما شاء الله هذا اللي يكون توب. يعني توب يوصل الى دان 10. حلوين. وصولا لشغله ثانيه، الاوزان
يعني الاوزان تختلف الاوزان تختلف الاوزان إيه؟ عادل اول وزن يلعب تحت 60 تحت 60 اي الوزن الثاني تحت 66 حلو الوزن الثالث تحت 73 الوزن الرابع تحت 81 الوزن الخامس تحت 90 الوزن السادس تحت 100 وزن السابع ثقيل وزن ثقيل فوق ال 100 انزين في بطولات مفتوحه مثلا يصير فيها انك تلعب لعبتك تحت وزنك وتلعب مثلا ممارسه عامه على سبيل المثال وزن مفتوح تصير هذه عندكم في لعبه الجودو يصير. حلو ولعبتها جربتها انت؟ لا حلو انزين لما نتكلم عن لعبه الجودو يمكن شوي شعبيتها تكون او تكاد تكون معدومه عندنا يعني دوله الكويت لما نقارنها بكره القدم كره اليد الطائره انزين هل هذا شيء اثر على ادائكم انت واخوي شاكر كلاعبين؟ اي والله ياثر لان مثلا كره القدم سمعتها عاليه بين كل الدول معروفه كره القدم فنحتاج يعني الاعلام شوي يوصل على اللعبات الفرديه اكثر. حلو عشان كذي يمكن احنا عندنا هنا تركيز على اللعبات الفرديه برنامجنا اكثر من اللعبات الجماعيه بس السؤال اللي يطرح نفسه شنو اللي ناقصكم انتوا؟ ولو ان لو الواحد يحسبها بالالعاب الفرديه قاعدين نجيب انجازات احنا وايد اكثر من الالعاب الجماعيه اللي عندنا بالكويت، لكن شو اللي ينقصكم غير وسائل الاعلام؟ الاعلام نوعدكم من برنامجنا يمكن انا مو بيدي كل شيء، نسوي لكم تغطيات جميله للالعاب الفرديه، لكن شو اللي ينقصكم؟ اهتمام نفسي، مادي، احتراف، كلي بدال الجزئي، غيره من هذه الامور، شو اللي ينقصكم؟ والله ينقصنا الاهتمام والمعسكرات التدريبيه. حلو. اما اللاعب لما يكون محترف يكون احسن من انه يكون لاعب مثلا لاعب يدرس يكون يعني وظيفته شغلته إيه؟ بطلون الجواز الوظيفه لاعب جودو ولا لاعب منتخب الكويت الجودو هذه حلوه شوف خليك تضحك دائما احنا ندور هذه السالفه والامور الاحترافيه يعني دول الخليج يمكن بلشت حوالينا بلشت بعدنا لكن الان عندها حاضنات حرفيه جميله خاصه للموهوبين في الالعاب الفرديه شو اللي خلى البطل شاكر دشتي يطور من مستواه الفني يوصل للمرحله اللي هو فيها والله اول شيء استمراري في اللعبه حلو وهذا الشيء الوحيد يعني خلاني استمر ان والدي معي واخواني اللي هم الصغار وياي حلو والدافع اللي خلاني اوصل على مستوى ان ارفع اسم دوله الكويت الغاليه حلو في اعلى المنصات ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وانت دائما رافع راسنا وما عليك يعني خلاف مثل ما يقولون اخوي شاكر شنو اهم البطولات اللي انت لعبتها محليا سولف لي عنها بعدين خل نروح حق البطولات الخارجيه. والله محليا حصلت بطوله الكويت مجموعه 5 فضيات ما شاء الله ذهبيتين و3 برونزيات ما شاء الله هذه البطولات المحليه. المحليه ننتقل للخارجيه وابيك تقول لي كل واحده باي ديره. الخارجيه والله جت لي فرصه واحده بس لعبت مع المنتخب كان عندنا بطوله خليج بسنه 2011 او 2012 على ما اعتقد رحنا معسكر مصر استعداد حق الموسم حلو حق البطوله حاشتني الاصابه فما قدرت العب البطوله حاشتك الاصابه في المعسكر إيه. وشلون سويت الريكفري او شلون يعني تطببت من الاصابه امورك طيبه الحين والله احسن من قبل شوي لان مثل ما تقول اثرت علي الاصابه وقطعت عن الجودة فتره 3 سنين تقريبا رجعت حلو بس الحمد لله الحين افضل من قبل يعني مراجع نفسك اول باول مثل ما يقولون حلو زين قوانين لعبه الجودو تختلف عن قوانين الرياضات الثانيه القتاليه الشيتوكان الكاراتيه الجوجيتسو وغيرها من هالامور هذه اي نعم تختلف لان الالعاب الثانيه الفنون الالعاب القتاليه اول شيء عندهم الضرب بليد حلو بوكس مثل ما يقولون بالكويتي اما احنا لعبتنا مثل ما تقول مطارح وماسكين بعض من صوب الحزام تقريبا أيوة. حلو اللعبة شوي خلينا نقول تعتبر اللي يشوفها تعتبر شوي قاسية كرياضة قتالية فوايد ناس اللي عيالهم يكونون صغار يخافون يدخلونهم هذه اللعبة أكيد في وسائل أمن وسائل سلامة تكنيك معين أنتم تستخدمونه مو تعال مثلا والله خذوه فغلوه طرحه بهذه الطريقة لكم تكنيك معين سولف لي عنه في أول شيء طبعا بالجودو أول شيء تحية الاحترام بين الكابتن والمدرب أو بين اللاعب واللاعب الثاني الخصم تحية دش رمي في حالات سقوط حقها في وايد اشياء حلوين وصولا للمرحله اللي انتم تمارسون هذه اللعبه يعني بطريقه جميله
ومحترمة. راح نكمل أكثر وأكثر عن لعبة الجودو وبطلنا لاعب نادي اليرموك ولاعب المنتخب الكويتي لرياضة الجودو شاكر دشتي، لكن بعد هذا الفاصل خلكم معنا. رجعنا نتواصل معاكم مرة ثانية من خلال برنامج بروفايل شبابي، وضيفنا في آخر سيجمنت لهذا اليوم أخونا لاعب نادي اليرموك ولاعب المنتخب الكويتي لرياضة الجودو شاكر دشتي. أخوي شاكر رجعنا مرة ثانية، أنا بنسولف الحين عن السمات الشخصية، يعني من خلال خبرتك كابتن شاكر، شنو الأمور اللي يعني يستوجب أن تتوفر في لاعب الجودو؟ تشوف فلان تقول والله ينفع يلعب جودو، فلان يعني اذا طور من نفسه، ولا فلان خليه يشوف له لعبه ثانيه. اول شيء الثقه بالنفس، حلوين، احترام الخصم، مثلا يكون حاب اللعبه، كل يوم يلتزم التدريبات، ما يقطع تمرين، وهذا من اهم الاشياء. حلو ممتاز. زين شنو اصعب مباراه انت لعبتها ما تنساها وباي بطوله كانت؟ والله ما في مباريات صعبه علي مرت علي، بس في واحدة كانت نهائي بطولة الكويت، كانت السنة اللي طافت 2017، كانت ضد لاعب نادي الصليخات. ما شاء الله. ما كنت مستعد لها عدل بسبب الدراسة والأشياء، فما قدرت. يمكن نادي الصليخات نادي متميز بالرياضات القتالية أو الفنون القتالية، يعني أحد النوادي خلينا نقول الرائدة بمجال الفنون القتالية. إنزين، هل فكرت بلحظة من واقع عدم اهتمام كثير من الناس بلعبة الجودو انك تترك لعبه الجودو وتتوجه الى رياضه ثانيه؟ ما ياك التفكير هذا؟ لا والله، لان حبيت اني التزم على لعبه واحده واطور نفسي فيها وارفع اسمي وارفع اسم بلادي. الحمد لله. زين، في طقوس معينه برياضه الجودو؟ على سبيل المثال انا لما اي انسان عنده طقوس، انا لما اي بصور حلقه قبل التصوير ما احب اسولف بالتلفون بالسياره، ولا حد يدق علي قبل التصوير ويقول لي اي سالفه كانت، لان ما راح اسمع لي اياها. هذه طقوسي قبل ادش ملعبي على سبيل المثال. فشنو طقوسك انت؟ ما يعني ما في، عادي لبس الحزام الامور طيبه، الامور طيبه ودش الميدان. حلو، يعني طقوسك تكاد تكون عاديه، ما عندك طقوس غريبه. حلو. زين، بصراحه شو اللي ينقص اللاعب المحلي عشان يكون محترف؟ هذا واحد، واثنين عشان ينافس دائما منافسات عالمية أكثر من المنافسات المحلية والخليجية، شو اللي ينقصنا؟ مثل ما قلت، مثلا كرة القدم وصلوها لأعلى مستوى بالإعلام، احنا نحتاج الإعلام يوصل علينا، والكثير من المعسكرات التدريبية. حلو. ونلتزم تدريبات. إذا لو تكلم أخوي شاكر عن مثلك الأعلى بهاللعبة هذه، منو مثلك الأعلى سواء محلياً، عالمياً، آسيوياً، أوروبياً، غيره؟ محلياً تبع أبوي الوالد. الله يعطيه طولة العمر إن شاء الله. أما عالمياً خارجياً اللاعب اليوناني إلياس، اللاعب الفرنسي رينيه. حلو، اللاعب الفرنسي رينيه واللاعب اليوناني إلياس، تتابعهم دائماً؟ والله اكثر اللاعب الفرنسي. اللاعب الفرنسي إيه؟ متاثر فيه إيه؟ حلو. زين، لو نتكلم يعني عن سالفه رفع الايقاف عن الرياضه الكويتيه وخاصه الالعاب الفرديه، صالاتكم مبطله، ساعات وايد ما في تمرين، ساعات كثير تتمرنون من واقع ان انتم حابين تتمرنون لكن ما في مشاركات لا محليه لا خليجيه ولا عالميه، فسالفه رفع الايقاف اكيد اعطتكم شعور، شنو الشعور اللي حسيته يوم رفع الايقاف عن الرياضه الكويتيه؟ والله اعطتنا حافز ان نرفع اسم دولتنا، وان نوري العالم ان احنا نقدر كدوله صغيره نقدر نرفع اسم دولتنا باعلى المناصب باذن الرحمن. شنو طموح شاكر دشتي بهالرياضه؟ اني ارفع نفسي لاعلى مستوى وارفع علم ديرتي. انزين، شنو اللي اضافت لك اياه الفنون القتاليه في شخصيتك بالحياه؟ شنو تحس غير يعني وغيرت الفنون القتاليه في حياتك وفي شخصيتك؟ الثقه، حسن السلوك، العزيمة، الإصرار على النفس. حلو، وايد أشياء حلوة.
إذا شنو استعداداتك للموسم الرياضي القادم؟ إيش قاعد تسوي حالياً؟ بريك، عطلة صيف، إيش قاعد تسوي؟ والله كنت بحالة فترة دراسة صيفي. حلو. فراجعين إن شاء الله. بإذن الرحمن. إنزين، لو يعطونك الخيار إنك تصير محترف، إنزين، وتكمل حياتك كلها كمحترف في رياضة الجودو، لاعب جودو، بعدها مدرب جودو، بعدها مشرف لعبة على سبيل المثال، أو يعطونك الخيار إنك تكون صاحب منصب وصاحب راتب عالي وصاحب خلنا نقول مكتب انت قاعد وراه لكن متدلع ماديا، شو اللي تختاره؟ والله اختار لاعب جودو لانه راح يكمل مسيرته للنهايه. للنهايه، بس ساعات يقول لك الماديات احلى، ولا ايش رايك؟ اكيد اكيد احلى، لكن نحاول احنا نمزج ما بين الاثنين. شاكر دشتي، يعطيك العافيه على العنوه، على الجيه، على الكلام الطيب. حاب تضيف شيء قبل لا نقول قفال ونختم؟ اشكر قناه الكويت الثالثه على الاستضافه الحلوه، شكرا لك موصول اخوي. بكذي نكون وصلنا معاكم الى ختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج بروفايل شبابي. كانت معنا بالفقره الاولى اختنا دلال الصليبي، لاعبه نادي الالعاب الشتويه ومنتخب الكويت لهوكي السيدات، وبالفقره الثانيه كان معنا اخونا شاكر دشتي، لاعب نادي اليرموك ولاعب منتخب الكويت لرياضه الجودو. شباب الكويتي يستاهل الدعم، نعطيهم عيوننا وندعمهم في كافه المجالات، سواء كانت نفسيه، اجتماعيه، ماديه وغيرها، لانهم قاعدين يعطون من قلبهم ويستاهلون الدعم، ولو كان الدعم البسيط من واقع إنجازهم وعطائهم الكبير. في أمان الله، تابعونا في حلقة قادمة. مع السلامة.